هنبتدي تاني المحاضرات بتاعت النهارده بعد الظهر. الحقيقه فن قوي يعني كده، كلها حاجات خفيفه وطريفه، ولكن الاثنين فيهم اهم، انا في رايي من اهم الحاجات اللي لازم الواحد يعرفها عشان السوشيال ساينس ريسيرش. يعني ابسولوتلي اهم حاجات النهارده، الفرشه دي هنخلصها النهارده في المحاضرتين. واحده زي ما قلت وانا وريتكم العشر الاول المحاضرات اهي، اللي هي هنتكلم على الكوريليشن اند كوزاليتي، وبعديها هنتكلم على البروبابيليتي اند ستاتستكس، لان الستاتستكس مبنيه اساسا على probability الا لما تعمل complete census يعني، بس even then it is based. فدول الفاونديشنز. بس الموضوع طريف يعني، ممكن نهزر بس ورا الهزار لازم يكون في serious thinking. فاحنا النهارده دلوقتي هنبتدي بموضوع الكوريليشن اند كوزاليتي. ما تنسوش بقى احنا خلصنا الساينتفك ميثود والامبيريكال ابروتش ومفهوم الميجرمنت، واتكلمنا على هاو تو بيلد ان اندكس وايه الحاجات اللي بتخش فيه واللي ما تخشش فيه وازاي، والواحد يقدر يستعمله ازاي. هنا بقى هنبتدي نشوف لما بنربط فاريبلز مع بعضها، اللي هو بنقول ان في حاجات كوريليتد مع بعضها وفي حاجات ذات كوز ايتش اذر. ده اساس يعني اقول ايه 90% من الشغل بتاعنا في السوشيال ساينسز is to try to observe correlations and establish causality. Observe correlation, establish causality. And this causes that. ونتيجة لكده يبقى أنا عايز أعمل ده أو ما أعملش ده عشان ده it will cause كذا. يعني وهنتكلم في أمثلة لهذا كثيرة جدا. أمثلة أنا يعني اساسا قعدت اخترت اسئله امثله هتبقى كده امثله ها سهله خالص وبتاع، وبعدين هوريكم امثله من دراسات حقيقيه وتبان معقده خالص، انما هي في اساسها ما تفترقش عن الاسئله الامثله اللي هي كده سهله وها وضحك، انما هي ما بتبانش اول ما الواحد بيبص لها كده ما تبانش انها هي نفس الحكايه. هنشوفها دلوقتي. عايزين نتكلم عن الكوريليشن الكوزاليتيز. برضو في زملاء جم في سالوني على التكست بوكس. هنا بقى الاستاتستيكال انفرنس دي والبروبابيلتي والستاتستيكال انفرنس ملهاش اول من الاخر، فهي انسوا الحاجات دي كلها، شوفوها بعد كده في المكتبه. Just think and follow the presentation، وما تقلقوش لو في حاجه بتبان انها صعبه كماثيماتكس وبتاع، ممكن نسال ونتفاهم معاها سوا. اول حاجه بنعملها is to organize our data. عندي ديتا كتير، اوبزرفيشنز كتير، فابتدي انظمها. انظمها ازاي بقى؟ طبعا زي ما انتم عارفين سمعتوني كتير بقول لكم الحكايه دي، ديتا when organized becomes information، information when explained becomes knowledge. To act on that knowledge بقى you need some wisdom، بس ده بقى ما هواش equal to knowledge. وزي ما ضربت المثل قلت لهم الناس اللي غزوا العراق كان عندهم lots of knowledge but not necessarily a lot of wisdom، يعني دي حاجه ودي حاجه. فنرجع تاني نمشي في الحكايه دي، ان احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نفهم الداتا. فعشان نفهم الداتا بنحطها، بنعمل لها بلوتنج او مابينج، اما بنحطها في جرافس او جداول او حاجه زي كده عشان نشوف الداتا دي شكلها ايه. تاني حاجه انه بنحاول نشوف اذا كان في باترنز وعلاقات ولا لا بينهم وبين بعض. يعني ما هو اصل كده هلاقي ارقام كتير جدا، طب وبعدين؟ we looking for patterns. هنا بقى بيخش شغل الكوريليشن قبل الكوزيشن، بيخش الكوريليشن بندور على الحاجات دي. we want to find patterns او anomalies، حاجات غريبه. لا ليه الحته دي غريبه كده؟ لا ده في حاجه هنا تقتضي ان احنا ننظر اليها، it's an anomaly. عايزين نحاول نشرح بقى سواء الباترنز او الانوماليز اللي بنشوفها. فانا هديكم مثل بسيط جدا جدا جدا، ودي من الحاجات القليله اللي احنا هنقعد نحسبها سوا. It's very very simple case. Well, that's probably the simplest form of statistics اللي هي الكاي سكوير. بس هي نفسها مش مهتمة كده بالحساب قد ما مهتمة ان الواحد يعرف what it means. هنبتدي بان احنا
عندنا هايبوثيسس. ها مروه عندنا هايبوثيسس، اسراء عندنا هايبوثيسس، وده عايزين نعمل لها تيستنج. فهندور على اوبزرفيشنز، هنخش بعد كده في الريسيرش ديزاينز اللي لازم نستعملها. فبيزد اون اور هايبوثيسس احنا عندنا توقعات اكسبكتد فاليوز، وبعدين لما بنعمل تيست وي اوبزرف رياليتي، وعندنا اوبزرفد فاليوز. كاي سكوير ده وجزء كبير جدا من الستاتستكس وجزء كبير جدا من الاناليسيس هو ان احنا نقارن الاوبزرفد بالاكسبكتد، ونقول هل الفرق، طبعا دايما هيبقى فيه فرق، هل الفرق ده is just a small random variation كده حاجه يعني فروقات طبيعيه الواحد لازم يقبلها، ولا in fact الهايبوثيسس اللي بنيت عليها الاكسبكتيشن نفسها غلط، وبالتالي I have to reject the hypothesis. هو ده اقدر اقول ايه 80% من شغل السوشيال ساينس ريسيرش هو كده. طبعا هنخش بعد كده ريسيرش ديزاينز تعمل ازاي والسامبلنج تعمل ازاي، ده حاجه ثانيه، بس انا بتكلم الفكره الاساسيه هي كده. عندي هايبوثيسس، عندي اكسبكتيشن، عندي اوبزرفيشن، بقارن دي بدي وبوصل لكونكلوجن هل الهايبوثيسس بتاعتي is supported ولا is not supported. If it is not supported it is rejected. If it is supported it is only supported. It's not proven. ممكن بعد كده هتلاقوا other hypotheses other research هتبقى more sophisticated تغير conclusions بعد كده ممكن، انما بنقول انها it is supported by the observations. فالسؤال الديفيشن اللي ما بين الـ O observed والـ E expected is this pure chance or is it something else؟ فده يعني simply stated ده الأساس. فبنعمل أبسط حاجة بنعملها اسمها كاي سكوير. It's a statistical text. التست ده بنعمل comparison ما بين الاثنين، وناخد مثال هنتكلم على قوانين مندل للوراثة. كويس؟ قوانين مندل للوراثة، افرض ان عندنا دوميننت جين وريسيسيف جين، هناخد الجرين واليلو بيز، وانه الجرين از دوميننت واليلو از ريسيسيف، فافتر اي كروس ذم اي اكسبكت ان الاوتكم ذا ثيوريتيكال اوتكم بتاعي هيبقى 3 جرين لكل يلو 3 to 1 ريشيو. ده الاكسبكتد ثيوري، يبقى ده الاكسبكتد اوتكم بتاعي 3 to 1 ريشيو. هعمل تجربه بحق وحقيقه وهقيس الريزلتس وهقارنها بالاكسبكتد والاوبزرفد. ف هاو ماتش ديفيشن، طبعا متوقع ان هيبقى في ديفيشن. علم بقى الاستاتستكس والبروبابيلتيز والحاجات دي بيقول لنا هاو ماتش ديفيشن كان اي اكسبت بيفور اي سي لا دي مش chance deviation، دي now is something serious that requires ان احنا نرجع ننظر في القضية دي في حاجة تانية that is at work. In order to do that انا بعمل hypothesis الاول، فانا هفترض ال hypothesis usually null hypothesis بنسميها null hypothesis دي. ده واحد على فكرة ضليح اسمه هيرجع مرة واثنين وثلاثة وعشرة في الكورس ده، واحد اسمه فيشر له حاجات كتيرة، هو اللي established randomization و established Fisher's F statistic و established null hypothesis وحاجات كتيرة أوي. العالم الجليل ده، إنما null hypothesis is usually framed على إنه there is no significant difference ما بين ال observed وال theoretical ال expected. Okay, انا الهايبوثيسيس بتاعتي كذا، now I will have to prove or disprove it based on a calculation. Calculation ده هيدخل لنا بقى ابعاد اخرى هنتكلم عنها دلوقتي. كاي سكوير simply says حاجه بسيطه قوي، ان قيمه الكاي سكوير statistic دي تساوي الاوبزرف ماينس الاكسبكتد سكويرد مقسوم على الاكسبكتد. سكويرد ليه؟
هرجع لكم كذا مرة في الحكاية دي، هتلاقوها كتير في الفاريانس وفي حاجات تانية هنرجع لها، لأنه in general لو ما بتاخد variation on both sides هتحصل phenomenon. الاتجاه أنا مش مهتم الديفيشن كانت أكتر ولا أقل، أنا يهمني إنهم إن في ديفيشن، فلما بعمل لها سكويرنج يبقى أيا كانت الديفيشن بتتجمع على بعضها. فخدوا بالكم مش هنخش في التفاصيل دي ليه، بس كاي سكويرد لازم يستعمل بالنيوميريك فاليوز، ما يستعملش برسنتجز أو بريشيوز. ما ينفعش أقارن ريشيوز أو أقارن برسنت، لازم أقارن أكتشوال نمبرز. فهنا مثلا عملنا التجربة بتاعتنا 880 بلانت، طلع منهم مفروض ثيوريتيكلي اي اكسبكت 660 جرين و220 يلو، 3 ل 1. اوكي؟ اكشوال طلع 639 جرين و241 يلو. Is that a chance variation ولا is it inconsistent with Mendel's laws? That's the test I'm going to do. To do that I will do a chi-square test. في لسه حاجتين اتنين محتاج لهم عشان اقدر اعمل الكاي سكوير تيست دي. كلمة significant لما اقول is it a significant value ولا لا، لازم اختار ليفل. فاحنا هنختار a confidence level or a level of significance على 95% to 5%. يعني هقول انا عايز ابقى اقدر ارد بالتحليل اللي هعمله ده بثقة 95% انه it is or it is not. As I will establish a level of significance. ممكن في حاجات معينة مثلا لو بدور على تأثير سلبي لدواء على حد ممكن اقول لا، انا عايز يبقى مستوى الثقة بتاعتي 99% مش 95% بس. 21 is not good enough ان الناس تعيا من نتيجة الدواء ده، لا انا عايز اتأكد ان ما فيش نيجاتيف افكت على مستوى 99%، اختار different significance levels. ممكن اوصل واحد في الالف، انما whatever it is يعني بقدر اختار الليفل اوف significance اللي انا عايزه عشان اقدر اتكلم فيها. دي حكايه مش صعبه قوي. فهناخد ليفل اوف significance ان انا التست بتاعي هيبقى على 5%، باور بتاعته 95% confidence ان الكلام اللي هقوله صح. فادي الحسبه بتاعتنا الاوبزرف ده اهو 639، الاكسبكتد كان كذا، الفرق الديفيشن ماينس 21، هنا بلس 21، وبعدين الديفيشن سكويرد كذا واقسمه على الاكسبكتد فاليو كذا، التوتال بتاعنا هنا هو اللي هو الكاي سكويرد ده بقى 2.668 اللي هي دي زائد دي. سهله خالص، مفيش حاجه دي. عشان بقى اعرف طب دي معناتها ايه بقى، هرجع على تيبل بناها لنا مستر فيشر واصدقائه. تيبل دي لسه محتاج لمعلومه اضافيه، حاجه بنسميها الديجريز اوف فريدم، هنرجع لها تاني بعدين. انما عامه بقول الفاريبلز اللي عندي ماينس 1 هسميها ديجريز اوف فريدم. ليه هقول لكم دلوقتي. لو كالكوليتد الكاي سكوير بتاعنا 2.668، ف in this case we have only 1 degree of freedom، لان احنا عندنا 2 categories green and yellow، وبالتالي I have 1 2 minus 1 is 1 degree of freedom. اروح للتيبل بتاعتي ان هي واخترت السيجنيفيكانس ليفل بتاعي 95% 5%، يعني there is no more than a 5% possibility that our observations are due to something other than chance. We compare it بقى على التيبل. تيبل الكاي سكوير ديستريبيوشن اهي، ودي هتلاقيها في الكتاب بتاع فيشر وييتس ده من ايام سيدنا نوح ده، ودكتوره شيماء تنبسط لانه منشور في ادنبرا. فهتيجي هنا ادي الناحيه دي ديجريز اوف فريدم، ودي البروبابيلتي بي هنا، وهعمل الخط بتاعي بتاع السيجنيفيكانت من الناحيه دي، انسيجنيفيكانت سيجنيفيكانت من الناحيه دي، وقطعته كده اهوت، وده الاعلى البوينت 5. يعني هنا هيبقى 90% كونفدنس، هنا 95% كونفدنس، هنا 99% كونفدنس، هنا 99.9 كونفدنس. وبعدين هاجي ادور بما ان انا عندي 1 ديجري اوف فريدم، هاخد الخط ده وهمشي. وانا كان عندي الكاي سكوير بتاعي كان كام؟ شورت تيرم ميموري ريكول 2.668 كويس؟
الشورت تيرم ميموري ريكورد زي ما كنا بنقول من شويه. يبقى احنا هترنوا بالرقم ده، وان فاكت يس كاي سكوير بتاعنا از ليس ذان 2.71، فالديفيشنز اوبزرفد ار جاست تشانس اند ذيرفور ذا فايندينجز ار كومباتيبل وذ ذا مندليان اكسبكتيشنز. اهو انتوا دلوقتي مشيتوا في تجربه تحليل احصائي تمثل يمكن العمود الفقري بتاع 80% من التجارب اللي هنعملها في حاجات تانية. بعد شويه هنلاقي ان الكاي سكوير لها ليميتيشنز وهنستعمل حاجات تانية ماتش مور سوفيستيكيتد، والاسئله الحقيقيه هتخش في ازاي هقيس والاكسبيرمنتال ديزاين والريسيرش ديزاين اكتر من اي حاجه تانية. ولكن المبدا اساسا ان انا بعمل هايبوثيسيس، الهايبوثيسيس دي بتفترض اوتكم معين، وبعدين بحدد كونفيدنس ليفل معين، وبعدين احدد حكايه الديجريز اوف فريدم دي عشان نوع الحسابات اللي اقدر اعملها بعد كده، واطبق الحسابات دي اما تو بروف اور ديس بروف ذا هايبوثيسيس. هقف هنا لحظه، اني كويستشن اون ذس ولا ده كده كلام سهل وواصل للجميع؟ يبقى خلاص خلصنا بقى نروح. Not quite. Not quite. بس هي then to feel really comfortable with this. This is a very big piece of the puzzle. هنمشي بقى في حاجات تانية. Many other types of statistical analysis وبتاع هنتكلم عليها في cases مختلفة. لأن في الآخر you must know what tools to use for what problem. يعني التشبيه ممكن أديه إنه الطبيب يبقى عنده حاله، ابتدي بابسط حاجه هنقول المريض ده عنده حراره، قسنا الترمومتر لقينا عنده حراره، طيب كويس في حاجه مش تمام، جسمه بيقول ان في حاجه مش تمام. زي ما كنت بقول في البريك، ولو تقرا كتب التاريخ هيقول لك ان فلان ده جات له حمى اصيب بحمى فمات، من غير بقى تشخيص مات من ايه ولا بتاع، جات له حمى وخلاص كان عنده حراره وخلاص. النهارده بقى تقول لي عنده حراره، طيب الطبيب هيطلب حاجات ثانيه، هيطلب سي بي سي كومبليت بلاد كاونت، هيشوف الليفر فانكشنز، وهيشوف هيشوف حاجات كتير جدا، وبناء على الاتجاه اللي هو ماشي فيه هيبتدي يطلب تيستس اضافيه، وبناء على نتائج التيستس دي هيبتدي يشخص المرض، وبناء على هذا المرض التشخيص بتاعه هيوصف العلاج. احنا بقى في السوشيال ساينس ريسيرش بنعمل نفس الحكايه. Exactly the same thing. عايزين ناخد في بروبلم في المجتمع، بنعمل مجموعه من التيستس والاستاديز على المجتمع ده عشان نشخص حقيقه المشكله ونقدر نوصف العلاج المناسب لهذه الحاله الاجتماعيه. ده جزء كبير جدا سواء في الايكونومكس، في الكريميناليتي، في المارجنايزيشن، في الاديوكيشن، في الهيلث، كلها في ان ذا اند تعملوا الدراسات دي عشان توصلوا للكونكلوجنز. ف let's look very simply stated. دي حطينا الجزء بتاع الجدول على جنب، هنتكلم دلوقتي على جرافس. في نوعين من الدراسات بصوره عامه كده جينيريكلي موجودين وبيجيبوا على حاجات ثانيه. اكتر حاجه بتشوفوها بالذات في دراسات الورلد بانك واليو ان دي بي ومش عارف ايه وايه وايه is usually cross-sectional data. يعني cross-sectional data يعني بتقارن الدول ببعضها في فترة زمنية معينة، وبتشوف العلاقات اللي ما بين الفاريبلز المختلفة نتيجة لهذه المقارنة. ده بنسميه cross-sectional data. في longitudinal studies انها بتعيد قياس نفس الحاجة في نفس الحالة، بلد لو كنا بنقارن مثلا income per capita في بلد معينة او معدلات الفقر في هذا البلد over a period of years، ويعيد قياسه سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة. ده اسمه longitudinal study. كتير جدا الناس بتستعمل cross-sectional studies. longitudinal studies are difficult to do. انما مثلا تلاقي مؤسسات زي البنك الدولي والامم المتحدة وبتاع، لان عندهم بيشتغلوا كل سنة على الاحصاءات الدولية WHO وغيرهم، عندهم مقدرة انهم يقدروا يعملوا longitudinal studies على حالات معينة. يعني مثلا الانسيدنس بتاعت الكانسر في الدول الناميه بتزيد بمعدلات قد ايه؟
وهكذا، دي كلها تداعي كتير للستريس. ف في الطب بالذات اللونجيتيودنال ستاديز مهمه جدا وبتبقى مكلفه جدا، لازم تتابع نفس الناس على فتره طويله من الزمن. انما لان نتساءل كثيرا هل في لونج تيرم افكتس بتاع تريتمنتس معينه. يعني من ضمن الحاجات مثلا مشهوره جدا، حالات مشهوره جدا، الاكسبوجر تو اسبستوس ده ادى الى كانسرز بعديها ب 20 سنه. لازم لونجيتيودنال ستاديز بقى دي بتبان فيها قوي، انما باترز ما بتبانش من الاول. كروس سكشنال بتاخدي سناب شوت لناس كتير قوي. This is a typical snapshot. This in this case in a percentage of seats in parliament by women, the ratio of male to female income earned في الدول المختلفة. وبنقول والله في علاقة ان the more seats in parliament earned the more ratio becomes more equal or less unequal. هو مش more equal هو less unequal، لانه طالع من 13% الى 27% ومن هنا بيوصل الى 75%. فالفاريبلز دي بتبان بالشكل ده في كروس سكشن اناليز. كروس سكشن اناليز ده بيعمل افتراض غريب، ده ان ذيس كيس ايكونوميك جروث اند تراست ان جفرمنت، نقارنهم ببعض. تشيك ريبابليك هنا مثلا، رشا هنا، هو ده 95 الاحصاءات 95 جروث اوف بير كابيتا جي دي بي، وهنا تراست ان جفرمنت. الدول عندها مور تراست ان جفرمنت have more growth. It's a weak relationship. نشوف ونقدر نتكلم عليه بعد كده، ولكن اساسا these are cross sectional studies. Cross sectional studies فيهم عيب اساسي جدا، انهم فيهم an implicit assumption انه الكيسز ار كومبيرابل. يعني بمعنى اخر، انا بفترض لما ببص على دي انه لو انا الكيس بتاعتي هنا لو زادت الفاريبل دي يبقى الفاريبل دي هتزيد كده، لان انا همشي على الخط ده، ده الاكسبكتد فاليوز بتاعتي جايه من الخط ده. These are my observed values، انما these are my expected values. الاكسبكتد فاليوز ماشيه بناء على كده. بس ده بيفترض ان الخط ده بينطبق على كل الناس دي، وبحيث الناس دي لما تمشي كده هتبقى ماشيه على الخط ده برضه، وهتوصل للاوبزرفيشنز الثانيه. ان الفروقات اللي هنا ما هياش اكبر قوي من اللي هنا. Let me give you an interesting little example. Supposing ان انا عملت mapping للسوشيال كاركتر بتاع ناس معينين والايج بتاعهم in a place زي فلوريدا في امريكا. فالimplicit assumption بقول ان cases are comparable. لو خدت صورت كده فلوريدا دلوقتي وعملت كده mapping، الاقي الاتي ان residents of Florida they tend to the old residents tend to be mostly Jewish retirees from New York. بينزلوا في فلوريدا يقضوا الجولدن ييرز بتاعتهم في فلوريدا، واليونج ار موستلي هيسبانيك immigrants into Florida. يبقى do I conclude that people in Florida are Hispanic immigrants when they are young and they become old Jewish New Yorkers when they grow old؟ طب ضحكتوا كلهم، دي هاها اكزامبل يعني. بس من الهاها اكزامبلز دي في كتير ثانيه. في اسامبشن ان لما بتعمل كروس سكشنال داتا كومباريزن انهم they are comparable، وان الفاريبل اللي انت بتقيسها دي is indeed related للفاريبل الثانيه. They may or may not be. وعايزه تفكير what are the variables and what are the underlying links ما بينهم. طبعا this is absurd. I purposely chose an absurd example عشان نبين absurd. It's not so absurd لما نشوف حاجات تانية. Now longitudinal studies can usually help في causality بقى، نشوف فعلا الناس دي. نقدر نقول مثلا الناس اللي بيبتدوا بقدر معين من التعليم usually بعد 20 سنة هيبقى عملوا انكم ومدخرات اكتر من الناس اللي اخذوا قدر اقل من التعليم. واعمل عندي longitudinal studies تثبت هذا او ما تنفيهوش. لان ممكن برضو لو عملت cross sectional study الاقي يس الريليشنشيب ده واضح، ولكن يتضح زي حكايه فلوريدا
ان لا اغلب اليونج بيبل دول ايميجرانتس وفي ديسكريميشن ضدهم. سوسايتال ديسكريميشن ودي ظاهره معروفه في المجتمعات. طيب يبقى في اذر فاريبلز مش مجرد الاديوكيشن اللي داخله في اللعب. اند سو اون. بس ذير از ماتش ذات كان بي ديرايفد فروم داتا برودوسد باي بوث كروس سكشن اند لونجيتيودنال ستاديز. اغلب الشغل اللي بيتعمل كروس سكشنال ستاديز. لان لونجيتيودنال ستاديز ار فيري كومبليكيتد اند كوستلي تو اكزكيوت. بس بتؤدي الى اسئله كثيره. يعني بص مثلا اوبيزيتي اند انيكواليتي. في علاقه بس في نفس الوقت يعني وات داز ات تيل مي يعني. طيب ما هو جريس فيها برسنتج اوف اوبيز مان وعندها نفس الانيكواليتي اس سويسرلاند او اتليست ذات واز بيفور الفتره الاخيره دي بتاعت التقشف بتاع اليورو قبل ازمه اليورو. في حاجات مش واضحه ابدا يعني ايه الريليشن شيب اللي ما بينها. لما يبقى عندي فروقات واسعه بهذه الصوره من جابان تو فنلاند الديفرنسز ار ذات بيج. Does it have anything to do with inequality? It probably has a lot more to do in the Japanese people eat a lot more fish and a lot less meat than people in Finland, مثلا يعني. فالإنيكواليتي is not the real variable في الصورة دي. Okay, فلما أشوف جراف كده يعني لما أشوف جراف كده مش معناته إن الجراف ده أثبت بالمنهج العلمي أن لا ما أثبتش حاجة خالص. ممكن جدا تكون حاجات تانية كتير والإكستريم كيسز دي بترفع أسئلة كتيرة جدا. طيب let me show you بقى the application of real top notch design عمله روبرت باتنام. اللي منكم كانوا موجودين يفتكروا أنا جبت روبرت باتنام هنا في اسكندرية وفي مكتبة اسكندرية واتكلم معانا عمل سيمينار عندنا. عمل كتاب الحقيقه رائع جدا اسمه Making Democracy Work اتنشر برينستون يونيفرستي بريس. هو بروفيسور في هارفارد بوب سنه 93. كنت بقول له انا وقتها ان بوب از جينيوس وثابت جدا من حاجه واحده بس. طبعا بقى له 20 سنه بيعمل فيلد ورك واحنا كلنا بنعمل فيلد ورك. احنا بنروح نعمل فيلد ورك في اثيوبيا والكونغو مش عارف ايه. هو كان بيروح ايطاليا كل صيف يروح ايطاليا. ده فيلد ورك ملوش مثيل يعني. ده اللي بيعمل فيلد ورك في ايطاليا كل صيف ده رسمي رايح مهمه رسميه اشتغل. بس طلع كتاب رائع جدا. والحقيقه الملاحظه بتاعته كانت بدات من ان ايطاليا فعلا مقسومه اثنين والديواليتي دي الناس بتكتب فيها بقى كتير جدا. شمال ايطاليا متقدم جدا ويقارن بالمانيا ويقارن باي دوله ثانيه في ايطاليا في اوروبا. جنوب ايطاليا متاخر ويقارن بينا احنا يعني جنوب المتوسط اقرب لينا جدا سيسيليا والحتت دي كلها فقيره جدا وفيها مشاكل كثيره جدا. طيب ليه؟ عندهم نفس الحكومه ونفس الدستور ونفس السلطات ونفس القوانين ونفس العمله. ليه الشمال متقدم بالشكل ده؟ ميلانو لما انا كنت انا اشتغلت مع ميلانو في كذا حاجه ميلانو كان عندهم زيرو انيمبلويمنت. مع ان ايطاليا كلها كانت عندها بتاع 14% انيمبلويمنت ميلانو كانت زيرو انيمبلويمنت. ميلانو مركز كبير جدا سواء في الموضه فكروا جوتشي ومش عارف ايه وساتشي والجماعه دول كلهم موجودين هناك. سواء في العربيات في المنطقه حوالينها هتلاقي في تورينو في فيات وفي فيراري وفي مش عارف ايه سواء في حاجات كثيره جدا. عندهم مصانع وعندهم علم وعندهم صناعه وعندهم حاجات كثيره. طب اشمعنى الشمال كده والجنوب كده؟ فعمل دراسه لقى انه تقسيمه نفس التقسيمه دي موجوده في الديجري اوف سيفيك انفولفمنت. تو سامح دلوقتي بقى ايه؟ سامح فوزي دخل معايا الديجري اوف سوشيال انفولفمنت وامباورمنت بتاع السيفيل سوسايتي. و اتس انترستنج تو نوت انه فعلا تقريبا لو قسمنا كده لو خدنا ادي الخط كده قسمناه هنلاقي ان الهاير كله في الشمال والويكر كله في الجنوب. فعمل افتراض لان دي ايطاليا قدر يرجع يلاقي ستاتستكس قديمه
موجودة من 1900. الكلام ده كان بيتم في التسعينات، يعني في أوائل التسعينات. فبص على السوشيو ايكونوميك ستراكشر والسيفيك اورجنايزيشنز، لقى ان الشمال فيه سيفيك اورجنايزيشنز كتيره جدا، مجتمع مدني ثري بيتحرك، وزي ما قال هو في الكتاب بتاعه ما تفرقش سواء كان نوادي كوره، كورال سوسايتيز، كواير جروبس، بيرنت تيشر اسوسيشنز، مش مهم، بس في a lot of participation في activities كتيرة، في جمعيات كتيرة جدا في المجتمع المدني. الجنوب في hierarchical structures، المافيا يعني الفاميليز القديمة كلها hierarchical قوية. الشمال في حاجات horizontal. وبما ان هو كان بيلاحظ الحاجات دي من السبعينات للتسعينات، العشرين سنة اللي كان بيروح يقضي اجازاته كلها، بيقضي شغله كله في ايطاليا. كل صيفية يروح ايطاليا يقضي شهرين شغل فيلد ورك في ايطاليا، يلف ايطاليا فيلد ورك، فكان بيعمل اوبزرفيشن في الحته دي، بس قدر يرجع تاني للستاتستكس 1900. فافترض الاتي: Is it يعني do people have these good societies because they are rich ولا are they rich because they have these societies and civic organizations؟ فطب نعمل تيستنج. افتراض اولي هايبوثيسس انه بيكوز ذي ار ريتش ذي بيلت السيفيك اورجنايزيشن اللي احنا شايفينها دي، والثانيه انه لا بيكوز ذي هاف ذا سيفيك اورجنايزيشن ذي بيكيم ريتش اند ذاتس واي ذي هاف ا جود بيرفورمانس برضه النهارده. فوي تيست كل العلاقات دهين، وعمل تيست. طبعا الكتاب اللي عايز يقرا الكتاب قد كده يقدر يقرا الكتاب قبل كده على التيست والكنترولز ومش عارف ايه والحاجات دي، انما والميجرز اللي اخذوها والبرفورمانس اوف جفرمنت والريسبونسيفنس اوف جفرمنت، يعني من الحاجات مثلا يطلبوا، كان من ضمن المعايير اللي كانوا بيستعملوها في التستنج، يطلب المكتب الحكومه المحليه ويقيس، بيردوا بعد كام رنه تليفون، وبعدين هل بيقدروا يجيبوا على السؤال اللي هو بيساله ولا بيحيلوه لشخص تاني الموظف المختص مرة واثنين وثلاثة، وهل الإجابة اللي بتجي له بتبقى صح والسرعة اللي بتبقى فيها. فاستعمل إنديسيز كده، بنى إنديسيز للريسبونسيفنس أوف جفرمنت. فعمل تيستنج لكل ده، وأدي النتيجة. الثيكنس أوف ذا لاين ريبريزنتس ذا سترينث أوف ذا ريليشن شيب. فـ it was overwhelmingly a case إنه it seems إنه الـ presence of the civil society والpowerful participatory process ده بيؤدي إلى أن الحكومة بتبقى more responsive للcitizens بتوعها وفيها less corruption. طبعا it is not absolute value، إنما it's very strong case. ومش غريب طبعا نفكر فيه، الناس اللي هي بتشارك وبتروح parent teacher association في المدارس وبتاع، هم أيضا بيروحوا يشتركوا في الفوتنج وبيدلوا بأصواتهم بيعبروا عن ارائهم وبيطالبوا الحكومه بالتغيير، والناس اللي هي منعزله وبعيده وتقول لك لا يا عم شيخ القبيله هو اللي يقرر هو عايز يساند مين واحنا محسوبين عليه ومعاه زي في جنوب ايطاليا. طبعا ما فيش ريسبونسيف جفرمنت ولا اي حاجه خالص. فبس this was one of the great empirical studies اللي اتعملوا على قضيه الديمقراطيه والمجتمع المدني. So the spirit was important، وقضية الامباورمنت كانت قضية هامة جدا اللي بتشرح ليه إيطاليا الشمالية فيها هذه الصفات بالنسبة لإيطاليا الجنوبية، رغم أن عندهم نفس الدستور ونفس القوانين ونفس الحكومة الشاملة ونفس العملة ونفس البنك المركزي، كل الحاجات زي بعض. فدي اللي بتخلي العملية. Now my question to you، للي منكم عايز يقرأ الكتاب يرجع لي بإجابة على سؤالين: Is he justified in this conclusion? ولا لا؟ The second question: What could have invalidated his conclusion? ده سؤالين اللي عايز يقرا الكتاب. اللي مش هيقرا الكتاب كان accept ان ال conclusion بتاعته كان justified. انما what could have invalidated it is a more difficult question. ده بقى بيدخلنا كمدخل مباشر الى قضيه ال correlation وال causality. ان احنا لما نشوف حاجات متمشيه مع بعضها، هل معناها ان واحده causes the other؟ وامتى بنقول ان واحده causes the other؟ ف
فهنقول انه لما بنشوف الحاجتين ماشيين مع بعض usually بنقول ان A causes B. ودي is not correct لان في at least five possibilities that explain a strong correlation. اول حاجة yes it's true A does cause B. يعني ممكن الواحد that could be one of the conclusions. زي ايه مثلا؟ زي الكيس بتاع السموكينج واللنج كانسر، في lot of evidence على 40 سنه اللي فاتوا انه it does. طبعا لما بنقول causes هنا احنا بنتكلم statistics، بنتكلم probability، بنتكلم risk factor. ما بنقولش ان هذا الشخص، تقول لي هذا الشخص بيدخن 3000 سجاير في اليوم وتم 86 سنه وما جالوش اللنج كانسر، ممكن. That's a case. That's an individual case. احنا بنتكلم in the aggregate. ففي many many studies that have been done that show a strong correlation, which is the first step. More detailed studies established heavy smokers increased the probability بتاعتهم. خدوا بالكم probability. ما بنتكلمش absolute value. Very significantly. And cigarette smoking today is considered the number one risk factor. Where it's about 90% of the lung cancers in the United States are attributed to that. وان ده التوباكو سموك في توكسيك ميست من 7000 كيميكال، منهم 70 ده فيري توكسيك. وبعدين الريشيو بتاع الفاريابيليتي ما بين 15 ل 30 ضعف الريسك فاكتور ما بين السموكرز والنون سموكرز مثلا. ودي ان ذا مور ييرز ا بيرسون سموكس ذا مور سيجاريت سموكت ذا مور ريسك جوز اب، انه لما بيبطل سموكينج الريسك بيقل تاني الى اخره. في حاجات كتيره جدا موجوده ومليان ريسيرش ستاديز نقدر نعتمد عليها للي عايز يشوفها، وبديها لكم بعدين يقدر يشوفها. فاذا الكيس نمبر 1 از كورليشن، ان ذيس كيس داز ريفلكت كوزاليتي. يس A causes B. causes بمعنى statistical probability، مش بمعنى بالضروره هذا الشخص حصل له كده. statistical probability. بس there are four other possibilities. طيب it may be the other way around. ان B causes A. مش A اللي causes B. وهديك برضو امثله كده ها زي بتاعت فلوريدا. Fireman fighting a fire. كويس؟ The more firemen are fighting a fire, the bigger the fire is observed to be. يبقى firemen cause an increase in the size of a fire. It's the opposite. The bigger the fire, the more firemen are called. It's not that the وصعب بتشوف big fire, more firemen. But it's the big fire that's causing the more firemen. It's not the more firemen that are causing the fire. What does this tell us? What does this tell us لما بعمل observations بتاعتي or expectations بتاعتي؟ Did it tell you anything? How you frame your hypothesis is important. What question are you trying to answer is important. طيب نمرة ثلاثة بقى، انه an unknown third factor may be the cause of both A and B. انا ببص على A and B وشايفهم مع بعض، انما في حاجة ثالثة مش شايفها خالص هي اللي actually causing A and B سوا. ف A and B ماشيين سوا صحيح، بس ولا ده causes ده ولا ده causes، ولا B causes A ولا A causes B. هو في حاجة مستخبية C هي اللي causes الاثنين التانيين. هديك أمثلة على هذا. هديك برضو أمثلة كده ضحك، وبعدين احنا نخش على أمثلة جد. Does sleeping with your shoes on produce a headache? It's strongly correlated that people who sleep with their shoes on wake up with a headache. Isn't sleeping with your shoes on causes a headache. Actually, they caused in the, usually people who sleep with their shoes on are drunk, and when they get up in the morning, they have a headache. What causes both sleeping with your shoes on and having a headache is because you got drunk the night before. ملهاش دعوة بالشوز لوحدها. Shoes is a side phenomenon. إن اللي جاي بتطوح ده ورمى نفسه على السرير ده ونام بالجزم بتاعته ايضا
قايم بصداع تاني يوم لانه كان بيتطوح الليله اللي قبلها ما كانش، لانه الجزم اللي فضلت على رجليه. طيب ده طبعا يعني زي ما قلت دي امثله كده تضحك. تعالوا بقى نشوف في امثله تانيه بقى. Here's a real study. Real study. Young children who sleep with the light on are much more likely to develop myopia in later life. Real medical study. وعلى فكرة ده 12 في نيتشر. تاريخ 13 مايو 1999. والاستادي دي عملتها اليونيفرستي اوف بنسلفانيا ميديكال سنتر، يعني مش حاجة مش عك يعني. يعني قصر النظر، قصر النظر. ف الكونكلوجن كان انه sleeping with the light on بتؤدي ان الاطفال دول اكواير مايوبيا. لما يكبروا في حاجة بتحصل في عينيهم بيأكواير مايوبيا. الاستادي اتعملت زي ما بقول لكم اتنشرت في نيتشر ومش حاجة وجامعة محترمة جدا. انما اتضح ايه؟ طلع ان الولاد دول اللي بيناموا كده ما بينام مش هم اللي بيصابوا بهذا. اي فيري كيوت. Actually the young children who sleep with the light on دي is not correct لانه later study في Ohio State University did not find that. What it did find was a strong link between parental myopia and the development of child myopia. Also the fact that myopic parents زي حالاتي اللي بيلبسوا نظاره كده like to leave a light on في اوضه الاولاد. ف the real factor is not the light or the sleeping of the children, it is now genetically inherited from myopic parents to myopic children. انما ان الميوبيك بيرنتس بيفضلوا عشان يحب يبص على العيل وهو نايم كده انه يسيب نور في اوضه القرايه. ولذلك الاوبزرفيشن اللي كانت موجوده كان في اذر فاكتور سي فاكتور ان ذيس كيس ذا مايوبيا اوف ذا بيرنتس ذات كوزد انهم يسيبوا النور للاطفال وليتر اون كوزد الجريتر انسيدنس بتاعت المايوبيا في الاطفال. زي الراجل اللي كان بيتطوح من الكحول ولبس الجزمه وقام بالصداع. يا جماعه it's not a trivial question. When you design research زي ما بدأنا في الأول خالص قلنا إن human issues و social issues are incredibly very complex وعمرهم ما بيبقوا single factor. يعني invariably many many factors بيلعبوا دور. ولذلك بعد كده بقى في حاجات تانية نقدر نتكلم فيها multiple regression وبتاع multiple classification بس ده techniques مختلفة. انما المهم ان احنا نعرف انه لما الواحد يعمل فورموليت بروبلم لازم يختار حاجات في التستنج بتاعه نقدر يشوف ليتل مور بيفور يو جامب تو كونكلوجنز. ف ذيس از ا فيري سيريس ستادي اتعملت من جامعات محترمه جدا واتنشرت في مجلات محترمه جدا وما كانتش واضحه من الاول يعني لما بتبان بعد كده. طيب ذيس مي جيف يو انذر كيس اوف الها كيسز دهين بتاعه السي فاكتور. كويس. Observation. If you drink vodka with water, you get drunk. Whiskey with water, you get drunk. Wine with water, you get drunk. Brandy with water, you get drunk. Isn't water causes you to get drunk? ليه؟ ليه؟ ايه؟ ما water is the only common factor. انما ايه اللي موجود؟ الالكوهول از هيدن فاكتور مش واضح في التست. التست الاوبزرفيشن بتاعتي ان فودكا وذ ووتر ويسكي وذ ووتر واين وذ ووتر براندي وذ ووتر كل ده بيؤدي الى جيتنج درانك. اللي مستخبي عندي ان كل دول مش بس بيشتركوا في الميه اللي اختلطت معاهم انما في هيدن فاكتور اللي هو الكوهول اللي موجود في الفودكا والويسكي والواين والبراندي وهو ده اللي بيسكر مش الميه. ده بقى اللي هو when you try الاوبزرفيشن انه الناس دي اخذت ميه زائد حاجات تانيه كتير وكلها سكرت. انما المستخبي ان داخل الحاجات التانيه دي كان في فاريبل مشترك اللي هو الالكول. يبقى بالتالي ان this is a spurious conclusion
والهيدن فاريبل از الكحول، هو كومن موجود في الفودكا وموجود في الويسكي وموجود في البراند وموجود في البراندي. اذا زي حكايه المايوبيا والمايوبيا في تيست كتيره جدا الواحد ما يعرفش الهيدن فاكتور ده فين. طبعا انا بديك اكزامبلز زي الفودكا والبتاع عشان طبعا كلنا هنقول اه ما الفودكا فيها كحول وبتاع، طبعا عارفين الكحول هو اللي بيسكر. انما most of the time you're just looking at the observation and you don't necessarily know ان الفودكا ويسكي واين اند براندي have a common denominator اللي هو الكحول. يعني لما تعملوا دراسات هتلاقوا نفسكم في مواقف where you don't know what these other variables are, hidden variables are. It becomes difficult to jump to conclusions. طيب بنسأل سؤال تاني بقى. Ice cream and drowning. Actually, this is scientifically proven fact. And with increases in consumption of ice cream, there is an increase in drowning. What does it mean? Does ice cream consumption cause drowning? الناس بيجيلها مغص وتموت في الميه ولا ايه؟ كمان كمان جايز خليكم معايا. ما احنا بنتكلم في الداكس سويمنج ودراوننج، ما عشان كده بنقول مثلا دراوننج. ايوه فيري جود. لا اكشولي انه بيكوز اوف ذا هوت سمر مانث بيحصل ايه؟ الكونسمشن اوف ايس كريم انكريسز وناس بتروح تستحمى. فالنمبر اوف بيذرز بيزيد جدا. فالنمبر اوف كونسمشن بتاعت الايس كريم بتزيد انما during the summer. والاكسبوجر بتاعت الناس للعوم والميه وبالتالي ان نسبه معينه منهم هتبقى دراوند هتزيد جدا لان في الشتاء ولا هم بياكلوا ايس كريم ولا بيستحموا في الميه. يبقى الكونكلوجن في اوبزرفيشن ان الاثنين موجودين بس they don't necessarily mean. ف this conclusion is false. هنا بقى not because of any خدوا بالكم استنوا يا جماعه this is an important انا اديتكم الامثله دي لاسباب. المثل بتاع الكحول والفودكا والبراندي is inherent in the structure of the problem. هنا the variable is different. It's a time related variable. ان انت بقست في فتره معينه في ظاهره معينه بتحصل فيها. في حاله الكحول ده والفودكا والبتاع لو عملته في عز الشتاء في الخريف في الربيع في الصيف مش هتفرق. تجربة هتبقى واحدة. إنما هنا أنت بتلاقي وخدوا بالكم أصل في السوشيال ساينسز كتير جدا وي آر أوبليجيتد إن إحنا بنشتغل بستاتيستكس عامة موجودة ما بنقدرش نعمل كومبليت إكسبيرمنتس أور سيلز. فالستاتيستكس لازم تعرف التايمينج بتاع الستاتيستكس معناته إيه. فذيس إز ون أوف ذا إكزامبلز طبعا سواء الأيس كريم والدراونينج كلهم ريليتد للبيتش فاريبلز. ده بقى what may lead us to argue about a case where there is a combination of the above relationships. يعني مش بس C زي ما قلنا بيؤدي الى both A and B انما ممكن في interaction effects ما بين A و B و A و C و C و B وكله مع بعض. نعم. دكتور في بالنسبة لل مثلا for instance ال fireman وال fire أو ال light والطفل أو حتى ال water وال alcoholics أنا مش ملاحظين إن في كل الأحوال إحنا we ignored the nature بتاع one cause. يعني أنا لو خدت المية بس وشفتها هلاقي إنها عمرها ما هتسبب ال to be drunk، لكن ولو حللت لوحده ال البراندي او الويسكي او whatever هفهم ان في الكحوليك، فبالتالي انا ما فكرتش في الفاكتور لوحده، انا قعدت افكر في الريليشن. يا ابني انا بديك مثل غبي عشان تقدر تشوف على طول الكيس بتاعه. بس حتى المثل بتاع نيتشر اللي هو بتاع اللايت والميوبيا لو واحد مفتح وقاعد واللايت شغال. انت قصدك ان كل الاساتذه اللي بيشتغلوا في جامعه بنسلفانيا مش مفتحين؟ لا 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 انا بس والناس اللي بيراجعوا المقالات بتاعتهم في نيتشر مش مفتحين؟ بالظبط. طيب كلهم جهله يعني؟ لا لا مش قصدي كده. طيب بس انا قصدي ان إذ انا مش المفروض ادي وقت اكتر ان انا افكر في النيتشر بتاعت الفاكتور واحد. يعني انا اول ما اشوف ان بيقول لو انت لو الطفل نايم والنور شغال موست لايكلي انه يبقى عنده قصر نظر لوجيكلي ما تتقبلش. مش موست لايكلي يبقى عنده قصر نظر. They tend to develop myopia in later life. Yeah. وده these are medically observed
phenomena. A very large part of the medical literature is based on clinical data. Clinical data دي بتبقى observed في general pool of observations وناس بترجع لها وبتحاول تستنتج منها حاجات. فلما تلاقي عندك عدد من الأطفال developing myopia وبتدور على common features موجودة في backgrounds بتاعتهم وممكن جدا in this particular case وجدوا ان كلهم لما كانوا صغيرين كانوا بيناموا في اوض سايبين لهم النور all night. From which they concluded carefully and in all probability it increases the probability of that. It was a viable type of research to be done. Research بيتغير بعد شوية. طب روح بعيد ليه؟ بعد الجينوم البشري ما اتعمل سنة 2000 في a whole literature ما بين 2000 و2003 ثلاث سنين دول اتنشر عدد كبير جدا من الدراسات على الجين ده is related to this cancer والجين ده is related to that cancer. وموست اوف ذوز ستاديز were debunked بعد 2004 لان تم سنه 2004 number of what we call meta studies. والميتا ستاديز بينت انه in fact ال correlation دي is too simplistic. وان الفاكتورز دي ار فيري كومبليكيتد وفي انتر اكشن افكتس ما بين الجينز وحتى النون جين بارت سيكونسز بتاعت الدي ان اي اللي كانوا بيسموها جانك دي ان اي دلوقتي بيكتشفوها ليها تاثير كبير جدا. انا ببسط لك بختار لك امثله سهله انما تاكد ان الامثله الثانيه دي وقت ما اتعملت ما كانتش واضحه والا كان الاساتذه الكبار اللي بيراجعوا في نيتشر والاساتذه الكبار اللي بيكتبوا لما بيقروا نيتشر كانوا علقوا على طول ان ده كلام مش مظبوط. الدراسات دي كانت مظبوطه في وقتها ولكن كانت احتاجت الى additional designs و additional studies in order ان احنا نقدر نقول لا الكونكلوجن دي مش مظبوطه. وانا اللي بقوله لك ان انا بديك امثله سهله قوي دلوقتي انما تاكد لما انت هتبتدي تعمل ريسيرش بنفسك هتقع في نفس الاخطاء لان احنا كلنا بشر. بس انا بحاول ان ابين لك ان خد بالك ان في هذا النوع من الاخطاء. وهبين لك واحده اصعب دلوقتي. الانتراكشن افكتس دي مثلا زي كربون دايوكسيد اند اوبيزيتي. في جنرال اوبزرفيشن ان كربون دايوكسيد از انكريسنج والانسيدنس اوف اوبيزيتي از انكريسنج. طبعا وي كانت سي كربون دايوكسيد كوزز اوبيزيتي انما what we do have in the societies are changing. We eat a lot of fatter foods and higher caloric content. We have a more sedentary lifestyle. We consume a lot more energy, which with current technology also produces a lot more CO2. ولا دي causes دي ولا دي causes دي انما lifestyle بتاع المجتمعات دي causes both. واللايفستايل ده متفاعل معاهم يعني هم كلهم متفاعلين مع بعض ما هياش direct causality one way and the third factor زي الالكوهول causes العمليه لا هي ان في انتراكتيف افكتس ما بين اللايف ستايل بتاعنا وال the way we are sedentary and consume food and so on بيخلينا obese وفي نفس الوقت طريقه الكونسومشن بتاعتنا بتؤدي الى الطاقه واستعمال الطاقه والCO2 فدي الثيرد الفورث فاريبل هنا. الفيفث بقى it is purely a coincidence ولا معنى لها والواحد ما يفكرش فيها وممكن تلاقي كتير قوي examples من دي وانا نقيت example particularly extreme. Pirates and global warming. Decrease in the number of pirates, there has been an increase in global warming. فإذا global warming is caused by a lack of pirates. طبعا it has no relationship global warming عارفين ال causes and effects بتاعت الفينومينان ومدروسه وفيها دراسات كثيره جدا انما fundamentally يعني you can show وتقدر تعمل many والنقطه اللي عايز اقولها تقدر تعمل many statistical observations فيها correlations جامده جدا و high amount of correlation ما بين ال two variables سوا وملهاش معنى. فمجرد وجود الكورليشن ما بين الاثنين ان هما الاثنين فعلا بيحدثوا واو وقلت قوي الفيروس وزادت قوي الجلوبال وورمنج في نفس الوقت doesn't mean anything. Bottled water and murder.
people drink more bottled water than they did in the past, and there are also more murders than there were in the past. Does drinking bottled water lead to murder? برضو دي زي حكاية البايرتس و global warming. Conclusions: there can be no conclusion made regarding the existence or the direction of a cause and effect relationship only from the fact that A and B are correlated. جماعة دي من أكتر الأخطاء اللي هتلاقوها في السوشيال ريسيرش. People jump to the conclusion and because these have strong correlation they are related. حاجة in some way related يبقى واحدة causing التانية. That's not the case. Well, this is the key thing determining whether there is an actual cause and effect بقى requires further investigation. Good correlation is a necessary but not a sufficient condition. حد ممكن يقول necessarily if there is a causality for sure they will be correlated. إنما not every correlation means a causality. Well, this is true even if the relationship is statistically significant. يعني لو عملت عليه كاي سكوير وطلع significant مش معناته ان في cause and effect. زي البايرتس والجلوبال وورمنج هتلاقيهم statistically significant doesn't mean a thing. Large effect sizes observed, large part of the variances explained, كل الحاجات دي مالهاش معنى في الكوزاليتي. You cannot say A causes B just because there is a very strong statistical correlation between them. I cannot emphasize this enough. A very large part of the error الواحد بيشوفها في social studies مبنية على الحكاية دي. Correlation does not imply causality. Please remember that. طب are two successive measurements enough to establish causality? Good point. فكر شوية. ارجع تاني لصديقنا باتنام لما عمل الستاديز في 1900 و 1970 و 1990 وعمل العلاقات ما بينهم. Is that enough to establish causality? Well, هديكوا كيس actually very interesting case في الeducation studies. في general observation هديكوا الفاكتس بتاعتها. It's a fascinating observation الحقيقة. في first occasion pupils with teachers. في cold and warm teachers. Cold في معاملتهم مع الستاف, warm معاملتهم مع الستودنتس, والستودنتس ار ريسبونسيف اند ان ريسبونسيف. فالديستريبيوشن 20-30-30-20 في السكند اوكيجن, بنعمل تيستنج السكند اوكيجن, الكولد الستودنتس الان ريسبونسيف زاد, والوارم الريسبونسيف ستودنتس زادوا. شايفين ازاي؟ كان 30-20-20-30 دلوقتي اصبح 10-40-40-10. ف cold teacher unresponsive students, warm teacher responsive student. يبقى conclusion the warmer teachers elicit more response from the students. But wait, what about an alternative hypothesis? Teachers are warmer towards more responsive students. Which is it? وهنا بقى لما نتكلم causality you are trying to establish a directionality بتاعت the causality. هل التيتشر بيحب ان هو يتفاعل مع الستودنت اللي هو responsive ومهتم, ولما يلاقي الطلبه مطنشين ونايمين بقى يروح يمشي على الدرس بتاعه كده very cold و distant, ولا هو كونه ان هو بيبقى responsive بيخلي الستودنتس يبقوا responsive؟ What does this mean? Again, warm teacher and responsive students. This is the facts. The facts اللي عندنا. 20-30 أصبحت 10-40. The question is whether العشرة جت من العشرين دي ولا من العشرين دي. يعني under one hypothesis and the students are responding to the teacher هتبقى إنها نازلة vertically. طلع ونزل vertically. Under the hypothesis and the teacher is interacting with the class هيبقى
الهايبوثيسس ان الكروس اوفر ماشي بالشكل ده. فاذا العمليه اللي قدامنا it is not clear. بنعمل ايه بقى في الحكايه دي to deal with this kind of question? What we do is an experimental design. وده هنتكلم فيه بكره experimental designs بتعمل ازاي. انما what we are trying to see is student behavior or teacher behavior and العلاقات اللي ما بينهم. Again, human beings have complex behaviors. The interaction effects of human beings with each other are very complex behaviors. You cannot just jump to conclusions about what you see from just a few statistics. فاحنا عشان نعرف الفرق ما بين ازاي وصلنا من دي لدي, you need experimental designs, careful experimental design. هنتكلم عليه فيما بعد. الكتاب ده على فكره من الكتب الجميله جدا واستعملته انا, لان في شورت هاند تيبل هقدمه لكم بكره على الاكسبيرمنتال كوزا اكسبيرمنتال ديزاينز. طبعا هنا هو بالنسبه لل هاو كان اي بي ا ديسيبلين بروبلم يوجوالي يس بي. نرجع تاني بقى للكوريليشن لان ده الاساس الموضوع بتاعنا. احنا بنقيس كوريليشنز. Observing multiple events at the same time, causation is one event leading to another. إن في حاجة بتحصل فبتؤدي إلى حاجة تانية. They are not the same. They are not the same. Take another well-known case في medical literature. عرفونا بيها لأن كنت مسؤول عن environmental issues وقتها. High voltage transmission lines with disease. قال لك إن people who live under high voltage electric wires tend to have more diseases of various kinds. وتكلموا بالذات على particular kind of child cancer. فإذا ال high voltage wires دي بتؤدي إلى حاجات causing you to be sick. Most of us وقتها لما كنا, أنا كنت في مكان مسؤول فكنت بتكلم في الحاجات دي كتير, قلت لهم لا. In fact اللي بيسكنوا تحت ال high voltage wires دول tend to be very poor people. مفيش واحد غني هيروح يعمل فيلا تحت هاي فولتج واير يعني. فهم generally speaking the poorer people in society have a higher incidence of diseases of all kinds يعني. ومستوى العلاج الصحي وبتاع بتاع الناس الاغنياء is better off عن مستوى العلاج بتاع الناس اللي هم فقراء. الناس اللي بيعيشوا تحت الهاي فولتج وايرز دول tend to be poor. فبالتالي you cannot jump to that conclusion. فاذا ال causation is a one way direction. اللي بالاحمر ده is what we were discussing دلوقتي. Every causation always has a very strong correlation. ولا ما تبقاش causation. But not all strong correlations has causation. حاجة؟ ده بقى في صلب الموضوع والحقيقة من أهم الحاجات اللي لازم نعرفها. أديكوا examples ثانية. Anxiety وheart rate. It is, and we can say, and the higher the anxiety, the more rapid the heart rate. Or anxiety causes an increase in the heart rate. صحيح. But you cannot say that increases in heart rate causes anxiety. And no, the higher the higher. Human population and pollution. The more people are in a given area, the greater the pollution. بس it doesn't follow that the greater the pollution the more people there would be in that area. زي الفايرمان. بس هنا it is less obvious. ممكن جدا يكون في مصنع بيلوث الحته كلها وما في عدد قليل قوي من الناس. ممكن النتيجه حتى تبقى ان في بيج فارم والبيج فارم دي بتنزل ليتشنج في النيتريتس في السب سويل ومبوظه الميه بتاعت السب سويل. وما فيش بشر كتير. To speak of. فده كله اذا ممكن انه يبقى موجود من ضمن الاسباب اللي تؤدي الى ان البولوشن تبقى موجوده. بس عامه ات از ترو. لو هنزود عدد الناس في اي حته هتلاقي طبعا كميه الزباله وكميه الحاجات الثانيه هتزيد. ف السوليد ويست والويست ووتر والسيوج والمش عارف ايه كله بيزيد. فاذا ده اوكي يعني ده اتس ان ذات دايركشن بس نوت ان ذات دايركشن. فكوزاليتي از ا دايركشن. والدايركشن از نوت جاست استابليشد باي اوبزرفينج كورليشن. These are what we call spurious claims. لما تلاقوا في الليترشر حد بيتكلم على spurious claims أو spurious reasoning, that is what it comes from. Furthermore, how do we know if observations are random or due to a real causal effect? Well,
we did the chi square في الأول observed و expected. بس in general لما هيبقى عندك more than one variable هتعمل analysis of variance وفي analysis of covariance كمان بعد كده. بس أساسا أنت بتحاول أنك أنت تشيل الفرق ما بين الاثنين to differentiate the random effects from the causal effects. ففي تكنيك موجود لهذا وهنبقى نرجع له بعدين. بس this is used to determine the impact of an independent variable on a dependent variable. What is an independent and a dependent variable? If there is causation, what we are saying in the independent variable, لما بتتغير هتؤدي إلى تغيير في الديبندنت فاريبل. يعني لما هيبقى عندي increase in population هيبقى عندي increase in amount of pollution solid waste produced مش عارف ايه الكلام ده. Independent variable in this case is the number of people. Well, dependent variable is the amount of pollution produced. مثلا or amount of energy consumed or يعني وهكذا. Independent will dependent. ده ماشي مع الكوزاليتي. من الاندبندنت للديبندنت is a direction والدايركشن ده is causality. يبقى في حاجه فيها cause and effect يبقى في ال causes the independent variable والثانيه بتتاثر بيها becomes a dependent variable. وده usually بيعملوا في حاجه اسمها regression analysis. regression analysis كده شفتوه النقط اللي كتيره في الجراف دي والخط اللي بيعدي فيهم ده That's a simple regression. simple linear regression. يعني في linear regression non-linear. بس المهم ده يعني ده فكره الريجريشن بربط دي العلاقه دي بالعلاقه دي وفي independent او بفترض وبعمل تيست عليها. وممكن تبقى كمان non-linear effect. هنا بقى زملائنا اللي بيشتغلوا على الفود اند نيوتريشن مثلا. In general income and nutrition relationship is well observed. ولكن عشان افهم what to do about it it's quite complicated لانه في many variables. يعني here's a simple diagram of the kinds of variables and feedback loops وبتاع بتعمل ما هو ده phenomenon social phenomena كده. ففي تفاعلات كثيره جدا ما بين تاثير التغذيه على البشر والبشر على الانكم والانكم على البوفرتي والبوفرتي على التغذيه والتغذيه وهكذا. فهذه التفاعلات مهمة. ليه مهمة التفاعلات دي؟ عشان زي ما قلت لكم بالنسبة لواحد طبيب. الطبيب ما يكفيش انه يقول له ان فلان ده موجوع وعنده حرارة. لا لازم هيعمل مجموعة تيست عشان يبتدي يشخص مظبوط. مجموعة التيست زي لما ابص في حاجة زي كده عايز اعرف العلاقات دي ايه وقوتها ايه واعمل لها موديلنج واشوف الحاجات دي كلها في الاخر بحيث ان اقدر اوصل ان انا افهمها ولما افهمها اقدر اعمل توصيات لعلاجها لعلاج هذه المشكله. زي الطبيب بالظبط ما ينفعش يدي العلاج الخطا مجرد كده من انه يبص على حاجه ويحاول ان هو يوصل للكونكلوجن كده بالفهلوه. لا لازم يبقى في منهج علمي في انه يعمل تيست ورا تيست لغايه ما يوصل انه يقدر يبقى عنده مش سيرتينتي هيبقى عنده ايه؟ a certain level of confidence. level of confidence ما بنتكلمش ever في الشغل ده ما بنتكلمش ايفر ان حاجه ابسولوت. از اولويز وده المنهج العلمي عامه. اتس ابروكسيماتيف نوليدج بس اي هاف ا هاي ديجري اوف كونفيدنس انه ات از بروبابل. وكتير جدا بقى في الشورت هاند كده اقول اه ده العلاقه دي معروفه ان ده بيأثر على ده. بيأثر قد ايه ومش في كل الحالات وفي حاجات تانية بتبقى فاريشنز فيها وفي qualifiers وفي extreme cases وفي exceptions وفي حاجات كتيرة جدا. The nature of human phenomena are such you cannot ever have an absolute confidence in what you say. فبالتالي بس احنا we need to diagnose بقى الحاجات دي. To diagnose الحاجات دي it is a complicated case. It requires a lot of thinking or research design بتاعته. Interventions at different parts of the diagram can affect the outcome. ولكن هديكم مثل طريف وجميل على ان you can actually say a lot even without very detailed research designs. و هديكم مثالين صح واحد على education واحد على health. اوكي okay. education is important for growth. اظن ما حدش هيعترض على القاعده العامه دي.
يبقى the more education we will have, the more growth we will have. Generally speaking. طيب بلاد اللي فيها ناس متعلمين هتنتج اكتر من بلاد فيها ناس جاهله. طيب. Actually depends what kind of education. وحوريكم هنا هو two graphs, very simple graphs من غير research design. Cross section. Here's one. Amount of years of education has no effect on growth. Quantity of education by itself is not enough, does not produce any real added value. مع ان احنا بنقول عايزين ناس تقعد هاير بدل ما ياخدوا ان افريج 6 سنين، لا ياخدوا 6 سنين مدرسه كويس احسن من 9 سنين مدرسه وحشه. That's the bottom line. In fact, here is quality. Already we begin to see يعني اهي بتبان على طول ان we are going in a direction where quality has a much bigger impact. Actually I was stunned لما شفت ال almost zero impact بتاع increases in years of education. يعني when this study was done وطلع من World Bank دي على فكره سنة 2007 I was stunned. I thought ان هيبقى في a weak line كده طالعه شويه كده هتبقى a weak positive line. كنتش متوقع انها هتبقى almost nil. ال other observation انه inequality in education leads to very high inequality in income or highly unequal incomes produce highly unequal education. بس once because you do we do something called the lagged effect نقدر ندور بلاجد effect بس نقدر نلاقيها. بس actually it is look at this and then here is الثانية بتاعت inequality. Well, that simply says انه لما بيبقى عندي very large inequalities in education, there are also very large inequalities in income. الجامعات بتبقى فيها هذه الانيكواليتي. ف anyway, these are very simple graphs can still give you insights for policy. يعني مش كل حاجة محتاجة لديتيلد ريسيرش ديزاينز وستديز ونصرف عليها كتير عشان نوصل لنتيجة، لا ممكن بشوية تفكير أوصل لنتيجة في حاجات ظريفة. Last example مش هنتكلم في التيبنج بوينتس هرجع له بعدين. التيبنج بوينتس بتقول إن يعني بيبقى في سيستم معين ممكن إنك أنت تحمله كده ويروح إيه متكسر. وعلى فكرة إن الإكزامبل اللي هختاره بعد كده لما هتكلم في الحكاية دي طارق هيعرفه على طول اللي هو بتاع تيستينج أوف ستيل. انت عارف الستيل بارز لما بنشدها كده عشان نعمل لها فيلير تيست بتاخدها وتلاقيها تبقى ماشيه كده ستريت وبعدين تعمل كده شويه وبعدين تبقى عامله كده بتوصل نقطه وتروح منهاره كده. These are known as tipping points. السيستم ممكن يستحمل حاجه. طبعا ابسط حاجه تخيلوا رف وبقعد احمل عليه حاجه ورا حاجه، الرف بيشيل 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 وبعدين يجي مره واحده يتكسر. هل الايكو سيستم بتاعنا او المجتمع بتاعنا التنشنز اللي فيه وصلت لدرجه انها هتعمل كسر واكسبلوجن؟ ده تيبنج بوينتس. فده از انما هنا مثلا سستينبل ديفلوبمنت. لوك ات انكم اند هيلث. ده جاب مايندر هنجيله في اخر محاضره. انما بصوره عامه يس ذير از ا جنرال كونسنسس انه الجروس ناشونال انكم بير كابيتا بيبقى correlated مع better health. انما اذا بصيت عملت ال best fit relation by decade على per capita GNP كطريقه للميجرنج بتاع الانكم وال health measured as life expectancy. اوكي وانا مثبت ال per capita GNP على 1980 دولار يعني كلها مثبته. هلاقي الاول بيطلع حاجه شكل كده 1950 الدول كلها ماشيه على هذا الخط. 1961 1970 1980
وبعدين 1887. أول observation إنه it is not linear. It is not linear. وبالتالي إنه ممكن جدا إنه بالنسبة لأعلى حاجة عندي اللي هي كان 76 سنة بتاعت اليابان وقتها 77 سنة بتاعت اليابان إنه حد ده عنده كان $20,000 income. In fact واحد عنده $1,000 income يقدر يوصل إلى 80% من ال life expectancy بتاعت اليابان ب 5% من ال income. This first observation that is worth noting. تاني حاجة worth noting, بصوا كويس هنا إيه الملاحظة دي. شايفين إيه اللي بيحصل هنا؟ On the same line, every passing decade, I am getting better health results. Why? عشان I have learned عندي better health policy, better nutritional treatment, I focus on mother's health, on infant mortality, on childhood diseases, on a lot of things like that. A good policy. بتؤدي ان انا for the same amount of money I gained a lot. بعد ما كنت هنا 55 وصلت الى تقريبا 68 for the same income level. Better policy leads a lot. But this leads me to a very interesting observation. لو انا كنت قعدت في سنة 1950 عشان اوصل للليفل ده اللي انا وصلت له هنا with the technology and policies في 1950 كنت هضطر ان انا يبقى عندي تقريبا 8 اضعاف الانكم. تقريبا 8 اضعاف الانكم to get the same result اللي انا I was able to obtain من 1950 بالانكم ده. يعني الزياده دي اللي جات لي هنا دي الزياده في ال health achievement جت من غير ما احتاج لهذه الزياده في الانكم. Even يبقى اذا even within the same level of income good social policies can bring about enormous improvements in the conditions of people من غير ما اعتمد على انه مجرد economic growth هي اللي هتجيب النتائج. وده why in fact policy counts. The kind of ولذلك social policy becomes very important. Social policy requires social sciences يعني نشتغل عليه. And that becomes an extremely important part of why we do this. But even limited data points can tell us very important things about key issues. So let's check again. Who's swimming and who's sinking? Swimming? Color swimming? Huh? شيماء أكثر من swimming كمان. Everybody swimming. خلاص وكمان flying. طب كويس أوي. Okay. 10 minute break.